اهلا بيكم يا سنه رابعه، يا رب تكونوا بخير. المره اللي فاتت كنا اتكلمنا عن بدايه درسنا اللي هو كان بعنوان الزراعه وتربيه الحيوانات وصيد الاسماك. كنا اتكلمنا المره اللي فاتت يعني ايه نشاط زراعي، واتكلمنا عن اهميه الزراعه. النهارده هنكمل باقي الدرس بتاعنا، واول حاجه هنبدا بيها عوامل قيام الزراعه. كنا سالنا سؤال في نهايه درسنا المره اللي فاتت وقلنا هل الزراعه عشان تكون موجوده لازم يكون ليها عوامل او لازم يكون ليها شروط، وسيبنا السؤال مفتوح ان كنتوا تدوروا عليه. الزراعه عشان تقوم يا اولاد لازم يكون ليها عوامل ولازم يكون في شروط متوفره في المكان اللي انا هزرع فيه. نصنف العوامل دي الى عوامل طبيعيه وعوامل بشريه. تعالوا نتعرف كل واحده ايه التفاصيل بتاعتها. من العوامل الطبيعيه لوجود الزراعه، انا عشان ازرع محتاج ميه ومحتاج مناخ ومحتاج تربة. مياه، مناخ، تربة. يبقى من العوامل الطبيعية لقيام الزراعة مياه، مناخ، تربة خصبة. طيب تعالوا نتعرف مع بعض على العوامل البشرية. أنا عشان أزرع إيه الحاجات اللي أنا محتاجها تكون بشرية؟ أول حاجة محتاجها رأس المال، محتاج الفلوس. تاني حاجة محتاجة الأسواق، جمع السوق. تالت حاجة محتاجة الأيدي العاملة، الناس اللي هتشتغل. آخر حاجة محتاجاها النقل والمواصلات. يبقى من العوامل البشرية لقيام الزراعة 4 حاجات: رأس المال والأسواق، أيدي عاملة، نقل وطرق. رأس المال والأسواق، أيدي عاملة، نقل وطرق. طيب في معلومة مهمة جدا عايزاك تعرفها قبل ما ناخد كل عامل من العوامل دي ونعرفه بالتفصيل. المعلومة دي بتقول إن في تنوع في المحاصيل الزراعية من مكان للتاني، طب يا ترى ليه؟ الجزئية دي اديني سؤال، بما تفسر تتنوع المحاصيل الزراعية من مكان لآخر؟ إيه الأسباب اللي عندي تخلي المحاصيل مختلفة من مكان للتاني؟ 3 حاجات يا ولاد. تتنوع المحاصيل الزراعية لاختلاف الظروف الطبيعية. يعني إيه كلمة اختلاف الظروف الطبيعية؟ يعني كمية المية، يا ترى المكان ده فيه كمية مية قد إيه؟ كتيرة ولا قليلة؟ الحرارة، هل المكان ده درجة حرارته عالية ولا درجة حرارته منخفضة؟ هل التربة دي جيدة الخصوبة ولا قليلة شوية؟ طب ده هيفرق في إيه؟ عندي محاصيل زراعية بتحتاج مية كتير جدا، عندي محاصيل بتحتاج درجة حرارة منخفضة شوية أو عالية جدا، عندي محاصيل بتحتاج إن التربة دي لازم تكون خصبة جدا عشان النبات ده ينمو، وعندي محاصيل تانية ما بتفرقش معاها قوي، ممكن تتزرع في تربة مش كثيرة الخصوبة. لما يجي لي سؤال زي كده بما تفسر تتنوع المحاصيل الزراعية من مكان لآخر، هتبقى الإجابة لاختلاف الظروف الطبيعية، نسبة مياه، حرارة، تربة. لاختلاف الظروف الطبيعية، مثل مياه، حرارة، تربة. تعالوا ناخد دلوقتي العوامل الطبيعية عامل عامل ونعرف التفاصيل بتاعها. من العوامل الطبيعية لقيام الزراعة المياه. طيب هل أنا عندي مياه في مصر؟ أه طبعا عندي مياه كتير جدا بزرع فيها. أول نوع عندي والمصدر الرئيسي للمياه سواء للشرب أو للزراعة هو نهر النيل. نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه في مصر، ويتم توزيع المياه بتاعته عن طريق الترعة. طيب يعني إيه كلمة ترعة؟ الترعة زي ما احنا شايفين في الصورة كده هي قناة مائية يتم حفرها لتوصيل المياه إلى الأراضي الزراعية. هي قناة بحفرها بزودها بمياه نهر النيل، فالمية دي تفضل ماشية جوه الأراضي الزراعية عشان أقدر أزرعها. يبقى تاني، ما المقصود بالترع؟ قناة مائية يتم حفرها لتوصيل المياه للأراضي الزراعية. قناة مائية يتم حفرها لتوصيل المياه إلى الأراضي الزراعية. طيب هو انا ما عنديش غير مياه نهر النيل؟ لا، عندي نوع تاني من المياه بزرع منه. زي ايه؟ زي المياه الجوفيه. فاكرين المياه الجوفيه انا بزرع فيها فين بالظبط؟ خدناها في الترم الاول. بزرع فيها في المناطق الصحراويه وسيناء، تحديدا انهي مناطق صحراويه؟ الواحات. برافو عليكم. يبقى المياه الجوفيه تعتمد الزراعه عليها في المناطق الصحراويه زي الواحات وسيناء. طب عايزين نعرف تعريف يعني ايه مياه جوفيه. المياه الجوفية هي مياه توجد في باطن الأرض، هي مياه جوه باطن الأرض وعلى أعماق مختلفة، يعني ساعات المياه دي بتكون قريبة من سطح الأرض وساعات بتكون بعيدة جدا
عن سطح الأرض. طيب بحصل عليها ازاي؟ ازاي بعرف اطلعها من بطن الأرض؟ بحصل عليها عن طريق حاجتين، العيون أو حفر آبار. العيون هي مياه بتنبع لوحدها من بطن الأرض ودي الصورة بتاعتها، والآبار أنا بحفر بير كبير عشان أحصل على المياه اللي هي على أعماق بعيدة شوية. يبقى ما المقصود بمياه جوفية؟ هي مياه توجد في بطن الأرض على أعماق مختلفة يتم الحصول عليها عن طريق آبار أو عن طريق آبار أو عيون. هي مياه توجد في بطن الأرض على أعماق مختلفة يتم الحصول عليها عن طريق عيون أو حفر آبار. طيب كده أنا بزرع بمياه نهر النيل وبزرع بالمياه الجوفية. طيب عندي مياه تانية بزرع فيها، افتكر كده معايا المعلومات اللي خدناها في الترم الأول، هتلاقي إن أنا عندي كمان بزرع بالأمطار. طيب الأمطار دي في مكان معين بتعتمد الزراعة فيه على المياه بتاعة الأمطار، إيه هي؟ السواحل الشمالية. طيب هل نسبة الأمطار دي أو هل الأراضي اللي معتمدة على مياه الأمطار دي كتيرة ولا قليلة؟ لا، هي مساحتها قليلة. يبقى تاني المياه عندي نهر النيل هو المصدر الرئيسي وبيتم توزيع المياه عن طريق ترع، وعندي مياه جوفية بتعتمد عليها المناطق الصحراوية زي الواحات وسيناء، وعندي مياه الأمطار تتركز في السواحل الشمالية، ولازم نعرف إن هي مناطق قليلة جدا. طيب تاني حاجة هنتكلم عنها اللي هي المناخ. المناخ بيساعد على تنوع المحاصيل الزراعية، ودي برضو معلومة كنا خدناها من قبل كده. قلنا إن في محاصيل بتحتاج درجة حرارة منخفضة ودي بسميها محاصيل شتوية، وعندي محاصيل بتحتاج درجة حرارة عالية ودي بسميها محاصيل صيفية. تاني حاجة يا أولاد إن مناخ مصر مناسب للزراعة طول السنة، أنا بزرع طول السنة طبعا باختلاف المحاصيل. طيب تعالوا نعرف أمثلة للمحاصيل الشتوية وأمثلة للمحاصيل الصيفية. من المحاصيل الصيفية قطن، رز، ذرة، عنب، قصب السكر. قطن، رز، ذرة، عنب، قصب السكر. نقولهم مع بعض آخر مرة، قطن، رز، ذرة، عنب، قصب السكر. أما المحاصيل اللي بزرعها في الشتاء فهي قمح، برسيم، بصل، فول، موالح وخضروات. قمح، برسيم، بصل، والفول، موالح وخضروات. تالت حاجة هتكلم عليها يا أولاد هي التربة. تتميز مصر بوجود تربة خصبة. طيب التربة الخصبة دي موجودة فين؟ في الوادي والدلتا والواحات. نخلي بالنا من الجزئية دي لأن هي بتيجي أكمل. توجد التربة الخصبة في مصر في نقط ونقط ونقط، وادي النيل والدلتا والواحات. تعالوا نوضحهم مع بعض على خريطة مصر. فين الدلتا؟ برافو عليكم، السبعة اللي فوق دي اسمها الدلتا. فين وادي النيل؟ كل المسافة دي اسمها وادي النيل. تعالوا دلوقتي نتكلم على العوامل البشرية. العوامل البشرية نفتكرهم مع بعض، رأس المال والأسواق، أيدي عاملة، وسائل نقل وطرق. طب أنا بحتاج رأس المال في إيه؟ لشراء البذور والآلات والأسمدة والمبيدات الحشرية، عشان أشتري البذور اللي هحطها في الأرض والآلات اللي هتساعدني في وضع البذور والاهتمام بيها وحصاد المحاصيل، والأسمدة اللي هتساعد إن المحاصيل دي تنمو، والمبيدات الحشرية اللي هتقضي على الحشرات اللي بتصيب الزرع. طيب بالنسبة للأسواق أنا محتاجة الأسواق في إيه؟ بحتاج الأسواق في بيع المنتجات الزراعية. أنا خلاص زرعت وجمعت المحصول بتاعي، هعمل بيه إيه ده كله؟ لازم نحتاج سوق علشان أبيع فيه المنتجات الزراعية. طيب الأيدي العاملة، الأيدي العاملة قصده الناس اللي بتشتغل في الزراعة. طب مهمين ليه؟ بيعملوا إيه؟ تقوم بحفر الترع وزراعة الأرض. آخر حاجة وسائل النقل والطرق، ودي حاجة مهمة جدا جدا للزراعة. إيه علاقة وسائل النقل بالزراعة؟ طيب المنتجات والبضائع اللي عندي هتمشي فين؟ هشيلها ولا لازم محتاجة وسيلة نقل تنقلها ومحتاجة طريق تمشي عليه؟ يبقى النقل المنتجات والبضائع. كده احنا خلصنا العوامل الطبيعية، خلصنا العوامل البشرية، واتكلمنا عن أهمية الزراعة ويعني إيه نشاط زراعي. دلوقتي هنتكلم على الثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية احنا اتفقنا ان مصر الزراعة ترتبط بتربية الحيوانات، وعندي في مصر تتنوع الثروة الحيوانية في مصر من مكان للتاني. عندي في الوادي والدلتا بربي
الجاموس والأبقار. يبقى يجي يسألني الوادي والدلتا ايه قال الحيوانات اللي بتربى فيهم؟ الجاموس والأبقار. طيب عندي حيوانات تانية بربيها في الصحراء، زي ايه؟ زي الماعز والأغنام والإبل. الماعز والأغنام والإبل، الإبل اللي هم قصدهم بيهم الجمال. الجزئية دي بتيجي أكمل، مين الحيوانات اللي بربيها في الوادي والدلتا؟ مين الحيوانات اللي بقدر إن أنا أربيها في الصحراء؟ دلوقتي هنتكلم على تالت حاجة عندي اللي هي صايد الأسماك. تتنوع في مصر مصايد الأسماك. عندي مصايد عذبة ومصايد مالحة. يعني إيه مصايد مالحة ومصايد عذبة؟ يعني سمك بيطلع من المية المالحة وسمك بيطلع من المية العذبة. طب المية العذبة عندي زي إيه؟ زي نهر النيل والفرعين بتوعه اللي هما مين؟ دمياط ورشيد. وكمان بصطاد من بحيرة ناصر. يبقى من مصايد الأسماك العذبة، نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد وبحيرة ناصر. طيب المصايد المياه المالحة بصطاد من فين؟ يا إما بصطاد من البحر الأحمر يا البحر المتوسط والبحيرات المالحة زي مثلا بحيرة قارون. يبقى عندي مياه عذبة، مصايد عذبة ومصايد ملح. عذبة زي نهر النيل والفرعين بتوعه دمياط ورشيد وبحيرة ناصر، والملحة البحر الأحمر والبحر المتوسط والبحيرات المالحة. تعالوا نوزع مع بعض الأماكن أو المصايد الأسماك. أول حاجة البحر الأحمر، دي مصايد عذبة ولا مصايد مالحة؟ برافو عليكم، مصايد مالحة. والبحر المتوسط مالحة ولا عذبة؟ برافو عليكم، مالحة. طب نهر النيل؟ عذبة. فرع دمياط وفرع رشيد هما الاثنين كمان مصايد مياه ايه؟ عذبة. وآخر حاجة خالص بحيرة ناصر. لازم نعرف أماكن الحاجات دي كويس قوي يا ولاد. يبقى ده نهر النيل، فرع دمياط، فرع رشيد، البحر المتوسط والبحر الأحمر، والحتة التخينة في نهر النيل من تحت دي اسمها بحيرة ناصر. آخر حاجة خالص وأبقى ختمت بيها الدرس بتاعنا، جهود الدولة لتنمية الزراعة والثروة الحيوانية. تعالوا نتكلم الزراعة الأول. يعني إيه كلمة تنمية الزراعة؟ يعني الزراعة بما إنها مهمة جدا في حياتنا كلنا ما نقدرش نستغنى عنها، لازم نعمل لها تنمية، تطوير. طب ليه؟ علشان نزود الإنتاج بتاعها وتكفينا كلنا. نفس النظام بالنسبة للثروة الحيوانية، أنميها يعني أكترها وأهتم بيها. أول حاجة الدولة عملتها عشان تنمي الزراعة استصلاح الأراضي الصحراوية. يعني نروح للأراضي الصحراوية ونحاول نوصل لها مية ونحاول نظبط التربة بتاعتها عشان نزرع فيها. فبالتالي بدل ما بزرع في حتة صغيرة اللي هي الوادي والدلتا، أبتدي كمان أزرع المساحات الكبيرة الصحراوية. يبقى أول حاجة استصلاح أراضي صحراوية. استصلاح أراضي صحراوية. طيب تاني حاجة عندي تحسين الإنتاج الزراعي. تحسين الإنتاج الزراعي يعني هجيب مبيدات أقل ضرر، هجيب أسمدة جيدة جدا، هجيب بذور جيدة جدا. لما هجيب البذور جيدة هيطلع لي الإنتاج الزراعي، النبات اللي هيطلع في الآخر هيطلع كويس. لما هجيب له أسمدة كويسة ومبيدات كويسة كمان هيبقى عندي إنتاج زراعي كويس. يبقى أول حاجة استصلاح الأراضي، تاني حاجة تحسين الإنتاج الزراعي. رقم ثلاثة الاهتمام بالتعليم الفني باستخدام الأساليب الحديثة. الاهتمام بالتعليم الفني يبقى عندي مدارس متخصصة في التعليم الزراعي، هي موجودة بالفعل دلوقتي، أهتم بيها وأطورها وأطلع جيل فاهم كويس جدا إزاي يهتم بالأراضي الزراعية وإزاي يطورها وينميها. استخدام الأساليب الحديثة يعني أشوف إيه الآلات الحديثة في الزراعة وأبتدي إن أنا أجيبها وأستخدمها. يبقى نعيد تاني، استصلاح الأراضي، تحسين الإنتاج الزراعي، الاهتمام بالتعليم الفني واستخدام أساليب حديثة. آخر حاجة رعاية الفلاح المصري وتحسين المعيشة. مين اللي بيزرع؟ الفلاح، صح؟ أنا لو اهتميت بيه ووفرت له رعاية صحية وحسنت له المعيشة بتاعته هيشتغل أفضل، ولما يشتغل أفضل هيزود في الإنتاج الزراعي. يبقى آخر مرة نقولهم مع بعض، استصلاح الأراضي، تحسين الإنتاج الزراعي، الاهتمام بالتعليم الفني واستخدام الأساليب الحديثة، رعاية الفلاح وتحسين معيشته. ده بالنسبة للزراعة. طب بالنسبة للثروة الحيوانية هعمل إيه؟ هعمل حاجتين. أول حاجة هوفر الرعاية البيطرية للحيوان، يعني أجيب ناس مختصين دكاترة بيطريين يهتموا لي بالحيوانات اللي عندي ويخلي بالهم منهم. تاني حاجة استيراد وتربية سلالات جيدة.
يعني انا لو هاجي اشتري من بره حيوانات ابقى متاكد جدا ان الحيوانات دي السلاله بتاعتها، يعني العينات بتاعتها دي عينات كويسه جدا، علشان لما اربيها عندي تبتدي ان هي تجيب لي حيوانات اخرى، يبقى الحيوانات اللي هي هتجيبها هتبقى كويسه كمان زيها بالظبط. يبقى توفير الرعايه البيطريه للحيوان استيراد، يعني ان انا اشتري من بره، استيراد وتربيه سلالات جيده، استيراد وتربيه سلالات جيده. كده يا سنة رابعة أنا خلصت الدرس بتاعي، أرجوكم تذاكروا كويس جدا لأن الدرس ده سهل وبسيط بس فيه معلومات كتيرة. ذاكروا كويس وأشوفكم إن شاء الله الحصة الجاية.